تتوالى لفتات التكريم والوفاء للشهداء في نابلس. ففي ذكرى مرور 40 يوما على ارتقاء الشهيد محمد حرز الله أبو حمدي، تداعى محبو الشهيد وأصدقائه لقراءة القرآن الكريم على روحه الطاهرة وأرواح شهداء فلسطين بحضور ذوي الشهيد وعائلته. مسألتنا كعائلة هي أن الشهداء لا يموتون بل يخلد ذكرهم. هذا الحضور الذي حضر اليوم في ذكرى 40 شقيقي أبو حمدي، حضور أهل الشهداء، نحن نأزر بعض. رسالتنا واضحة هي ألا ينسى دماء الشهداء. وفي البلدة القديمة أقيم صرح للشهيدين وديع الحواح وتامر الكيلاني بمشاركة شعبية كبيرة من الأوفياء للشهداء وبحضور ذويهم وذوي الشهداء الذين رووا تراب البلدة القديمة خلال الفترة الماضية. أكيد الجرح اللي احنا فيه يعني عميق ومؤثر فينا، لكن احنا ان شاء الله لما نشوف الشعب الفلسطيني متوحد بكل فصائله في التأمين في رفع صور الشهداء، هذا بدل على ترابط المجتمع الفلسطيني ان شاء الله. وفي مخيم بلاطة شرقية نابلس أحيا جماهير شعبنا في المخيم الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد بكير حشاش في مهرجان شعبي حاشد جسد وحدة الميدان بين المحافظة بتكويناتها الجغرافية المختلفة. اليوم عرس بكير، مس الشهيد بكير. بكير برا بالشارع حنته، وهي هنا عرسه، وأهله وسهلا بالجميع، ويرحم كل شهدائنا ويجعل مساهم الجنة يا الله، وهم السابقون وإحنا اللاحقون. لا ينفك شعبنا عن تجسيد الوفاء للشهداء بصور مختلفة، ومنها مهرجانات التأبين التي تقام لهم في ذكرى ارتقائهم، والتي تشهد مشاركة واسعة من جماهير شعبنا تعكس التفافا حول خيار الشهداء ونهجهم. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس.